بدكن تعيشوا حياتكم بطريقة صحية أكتر؟ هالشي منه صعب إذا أخذتوا بعين الاعتبار هالكم نصيحة لتغيير نمط حياتكم. كلكم بتعرفوا أنه التمارين بتفيد الجسم والقلب، بس كتار منكم ما بيعرفوا أنه الرياضة بتفيد الدماغ كمان. أثبتت الدراسات أنه التمارين العادية مثل المشي لحوالي نص ساعة بالنهار بتساعد على مكافحة آثار شيخوخة الدماغ. كل أنواع الرياضة مفيدة للدماغ والمزاج، مثل المشي بالطبيعة، ركوب البسيكلات، السباحة، الأيروبيكس وتمارين الأثقال الخفيفة أو حتى الرقص. الباحثين بيعتقدوا أنه التمارين بتحفز الجسم تيحارب الإجهاد والتوتر يلي بيصيروا عادة بالدماغ وبيسببوا الضرر التأكسدي، فشوية تمارين يومياً رح تحسن صحتكم الجسدية والعقلية كمان. لما تنتبهوا على نمط حياتكم رح تتخطوا المشاكل الصحية وتكونوا بصحة منيحة، وحياتكم أكيد رح تكون إيجابية.